اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده، في يوم جديد، في قصه جديده، في سلافه جديده، في كل شيء جديد. في جديد راح نحكي عن موضوعين اليوم يا اخوان. في عندنا اشاره راح نحكي عليها، وفي عندنا موضوع ثاني راح نحكي برضو عنه، ماشي؟ عشان نفهم ايش الوضع اللي احنا فيه. كويس. الاشاره راح نشوفها، واحتواء للاشاره راح نشوف كيف، والمدخل راح نشوفه كيف. ثلاث امور راح نشوفها بالاشاره. ثاني شيء، في موضوع مهم قبل ما نبدا الاشاره راح نحكي عنه يا اخوان. هذا النحاس، نحاس اصفر، نحاس اصفر مش نحاس احمر، تمام؟ في داخل فيه الزنك والرصاص، وحكينا انه مادة الرصاص هي من اهم المواد في البحث عن المعادن، وجوجلوها يعني، دوروا في الجوجل راح تشوفوا نفس الكلام اللي احنا قاعدين نحكيه. اهم اشي في الموضوع اللي هو مادة الرصاص. طيب راح نطلع على المنطقة اللي احنا فيها يا اخوان، عبارة عن صخور، صخرة هون، صخرة هون، صخرة هون، صخرة هون، صخرة هون، صخرة هون، كل الدنيا هون صخور، يعني احنا مش شايفين هون غير صخور. طبعا هاي الصخور المتواجدة في مناطقنا في الأردن هي عبارة عن صخور مشعة، كوارتز، عبارة عن كوارتز، مش عبارة عن صخور كلسية. أغلبها 90% منها كوارتز، وضحت؟ الجبال اللي احنا عندنا هي عبارة عن جبال بركانية، أغلبها الكوارتز، هذا اللي طالع على وجه الأرض يرى بالعين المجردة الكوارتز، فموجود عندنا بكميات عالية جدا، تمام؟ قبل ما نبلش بالإشارة راح نفهم شغلة واحدة. الآن أنا عندي سيخ يا إخوان، وأنا واقف على صخرة كوارتز، هاي الصخرة كوارتز. الآن راح أشتغل مثلا على سبيل المثال على السيخ، راح أمسك السيخ وأشتغل عليه. الآن أنا بعدي قاعد عن حجارة الكوارتز، زي ما احنا شايفين هاي كلها حجارة كوارتز، هاي كلها حجارة مشعة. ليش ما أكس على هذا الحجر؟ ليش ما أكس على هذا الحجر؟ ليش ما أكس على هذا الحجر؟ إشمعنى بده يروح لحجر معين؟ هذا كله كوارتز، جبل كامل يا إخوان. نطلع على الجبل من أول ومن الآن لحد ما هون، لا عند الجبل من فوق كلياته كوارتز. ليش مش قاعد بعطي هون؟ ليش مش قاعد بعطي على هذا الحجر؟ على هذا، تمام؟ وهو نوع من أنواع الكوارتز، وضحت؟ نوع من أنواع المشع. ليش عماله بأخذ قاعد على مناطق معينة؟ مع انه هذا الحجر نفس هذا الحجر نفس هذا الحجر، نفس التكوين، نفس المادة، نفس كل الامور، اذا هو حجر كوارتز. ليش بعطي على مكان وبعطيش على مكان؟ راح اشوف حجر مقلوب هنا. هذا حجر كوارتز يا اخوان، هذا حجر مشع اللي بقولوا عنه مشع، هذا حجر مشع. بدي اشوف حجر مكسور، بدي مش حواليكم حجر مكسور يا اخوان، بدنا نشوف حجر مكسور عشان نشوف داخل الحجر ايش الوضع. كلها حجارة مشعة، مش لاقي حجر مكسور. هاي في هون حجر مكسور. هذا مأخوذ من هاي ممكن او اي مكان. هذا حجر مكسور، هذا مشع، لان في لمعة، عم نطلع في لمعة، هاي اللمعة موجودة، بعرف اذا تبين او لا. هذا حجر كوارتز مشع او حجر كلسي داخل فيه مادة الكوارتز. طب ليش ما بعطي قاعد على هاي الحجارة؟ قاعد بعطي هاي الكوارتز، هاي في نسبة كوارتز هون، تمام؟ ليش ما بعطي هاي الحجارة؟ ليش قاعد بعطي على هدف معين ما بلحق الاهداف الثانية؟ اذا عندنا شغلة ناس مش هاي. هذا حجر حلو، هذا حجر حلو، ان شاء الله تبين لمعته. هذا مش مبين لمعته المشكلة، هذا كله كوارتز، هيو شايفينه؟ ليش ما جاب على هذا الحجر؟ مزبوط ولا لا؟ ليش ما اجي اذا هون يربع معي على الحجر هذا؟ ليش بربع قاعد على مكان ثاني؟ طب ما هو حجر مشع، حجر كوارتز، هيو مبين قدام الجميع. اذا معلومة انه بأكس السيخ على حجر الكوارتز اللي خالي، بدنا نحكي خالي من مادة الذهب، ماشي، من معدن الذهب، معلومة خاطئة، معلومة مش صحيحة. طيب راح نشوف اليوم يا اخوان، معانا اشارة بسيطة جدا حلوة، وراح نشوف احتواء الاشارة وكيف انشغلت الاشارة بالطريقة الحلوة جدا. امسك برا اصلخ شوي فيه. عندنا هذا الجرن يا اخوان، هذا الجرن حلو كثير زي ما احنا شايفينه، هو عبارة عن جرن مغلق من كل الاتجاهات، لكن فاتح من اتجاه واحد، بصمته عليه فاتح من اتجاه واحد. بدنا نروح بهذا الاتجاه ونشوف داخل الجرن، زي ما احنا شايفين في قطعة هيها، شايفينها
تذكروها هاي القطعة، لأنه هسه راح نحكي فيها. شايفين هاي القطعة هاي، وداخل الجرن برضو في عندي هون إشي بارز وهون إشي بارز، مليس تلييس الجرن شغل يدوي، يعني هذا الجرن دق عدة، مش زي الجرون الثاني اللي هي بيكون في لها ماكينة مانيوال، هاي دق عدة مشغول بالإيد يا إخوان. حاطين بروز من هون، حاطين بروز من هون، وقاطع حيه زي ما احنا شايفينه قاطع بالمكان هذا. هاي اتفرجوا على القاطع راح نشوفه مع بعض، وهاي المكان اللي هو التوجيه تبعي، هذا هو التوجيه. إذا عندي جرون وأموره طيبة، وهون في نفس الجرون في عندي 1 2 3 ثلاث بصمات وتشكيل بسيط، ممكن يكون شكل جرة لكن انا ما راح اعتمده، هذا تشكيل بسيط هيو هون فوق الجرم مباشره. تمام، اذا بدنا نروح بالاتجاه ونشوف ايش بيطلع معانا. هاي الجرن وهي الاتجاه، هاي الجرن وهي الاتجاه، راح اروح بالاتجاه نفسه ونتفرج عشان ما حدا يخربط. راح نشوف هاي الاشاره شايفينها، وهي الجرن. تمام، هاي نفس الاتجاه عشان ما يقول راح جاب اشاره ثانيه، هاي هي الاشاره. تمام، راح نطلع على الإشارة اللي هي تشكيل للمدفن الموجود، هاي زي ما احنا شايفينه. شوف شو حاطين في الداخل، تشكيل للمدفن الموجود، زائد عندي بوابة، هاي حجر من هون حجر من هون، تلزيق هذا الحجار، هاي تلزيق بوابة، لكن ما بزبط معي انه يكون لجف من المنطقة هاي، ما بزبط لانه هاي منطقة علوية. شمل مع الاشارة هذا السيال اللي شكله زي السرداب لكن هو مش سرداب، شمل معي هذا السيال بالاتجاه اللي لتحت، هاي تشكيل المغارة، هاي السيال وهي الاتجاه لتحت. طيب راح نروح لتحت، بسيطة جدا يعني، امور بسيطة جدا يا اخوان. هاي الاشارة الاولى هون، هاي الإشارة الثانية. تمام، هاي البوابة، ليش بوابة؟ لاحظوا الحجر الموجود متحرك بنشال، صار في عندي بوابة، عندي حجر هون عليه خط لكن هذا كمان متحرك بنشال، هاي البوابة الموجودة عندي. طيب الصخرة الأم، هاي الصخرة الأم لازم ألاقي صخرة أم ثانية، يعني ثابت متحرك، ما بزبطش ثابت متحرك وخلص، لازم ثابت متحرك. هاي الثابت، هاي المتحرك، ماشي. الان بدي ابحث في الثابت عشان اعرف شو الوضع اللي صار عندي. نرجع هذا البحيش الصغير يا اخوان. اذا عندي اشارة ثابتة ثانية، عندي بوابة متحرك، عندي ثابت. طيب لو طلعنا في هاي راح نلاقي تصغير للمكان اللي شفناه بالاول، يعني هاي الاشارة تصغير للاشارة الثانية، يعني الاشارة الثانية بس اصغر، يعني مجسم لهذيك بس اصغر. في بصمة عندي هيا هون، هاي في بصمة هون ثابتة، اذا في عندي احتواء للاشارة او استنساخ من الإشارة الكبيرة لإشارة صغيرة، إذا احتواء لمكان الدخول، استنساخ من هذيك الإشارة للإشارة هاي. تمام، هذول الإشارتين نفس الإشي، استنساخ من هذيك لهاي، إذا احتواء لمكان الدخول، إذا في عندي مدخل. وضحت؟ طب طريقة فحصه هذا كيف بتصير؟ كيف بنفحص؟ على أي أساس بدنا نفحصه؟ راح نشوف الإشارة هاي، ركزوا عليها، هيها هالقد حجمها. راح نشوف الإشارة الثانية للإحتواء تبع المدخل، هاي الإشارة الثانية نفس الشكل لكن أكبر، إذا استنسخ عندي الإشارة أعطاني إحتواء للمدخل. راح نفحصها ونشوف إيش الوضع تبعها. دقيقة، راح نشوف مع بعض إيش الوضع. في سياخ صغير مع مين؟ هناك. دقيقة أخوان، ناخذ السياخ. راح نشتغل على سيخ الفراغ فقط لا غير، ما بدي افحصها معدن، بشتغل على سيخ الفراغ فقط لا غير. امسك عبادة، امسك هذا افحص فيه. يلا، هاي المدخل اللي حكينا عنه مدخل، راح اخذ من عند المدخل بالاتجاه المعاكس واشوف شو راح يصير معي. سكر عندي هون،
هاي حجر الكوارتز، ليش ما جاش على هذا الحجر؟ سكر عندي هون، تمام، هي هون علام، راح اروح باتجاه المدخل اشوف شو راح يصير معاي. ريحك السيخ، طلع وين سكر؟ قبل المدخل مباشرة، اذا مدخل مباشرة من هاي المنطقة. وضحت؟ اذا اعطانا اشارة رئيسية اولى، اشارة رئيسية اولى مع توجيه، هاي الاشارة الرئيسية الاولى مع توجيه باتجاه اشارة فرعية تفصيل للمدخل من الداخل، لكن ما بزبط تكون عكسي، فراح اعطانا اشارة استنساخ واحتواء لمكان الدخول، سكر معي انه البوابة في المنطقة هاي. البوابة هون ما فيها مجال، خلاص هو حجر متحرك مبين محطوط حط، وهذا الحجر محطوط حط، اذا في عندي مدخل من هون وعندي شغل، هو راح يكون هون الشغل، ما راح يكون مكان ثاني. والحجر هذا لما حط عليه ولا إشارة عمدا، ماشي، ما حط عليه ولا إشارة لأنه ما بده يقول لك هذا المدخل، فحطه هو بالنسبة له هيك سكر وخلص، حط لك الإشارات على الثوابت، عكس لك الإشارة عشان تروح تحفر في المكان هذا، راح تروح تحفر في المكان الثاني. هاي الفحيص شو بجيب هيك؟ انقر انقر، أعطيه نقر، أكس، اعمل هيك، يلا يلا اعمل هيك، حرك يلا زي ما بيحركوا، ايوه هيك بيحركوا، شفتوا كيف بيتحرك معهم السيخ يا اخوان؟ بايده هيك، ماشي يا اخوان. اذا المعلومه الاولى، الكوارتز الموجود في المنطقه، بلا اعطيني السيخ الثاني بعد اذنك، امسكها، اعطيني السيخ الثاني. الان راح احط هذا السيخ، راح نجرب على الكوارتز، احنا عارفين طبعا لما نشيل منه 10 سنتي راح نشتغل على الذهب، تمام. راح اطلع من فوق الحجر، لان ولا حركه راح اعمل، طلعوا على ايدي اذا ايدي بتتحرك ولا لا، طلعوا الحركه اللي اعطانا اياها، مجرد بس زاح شوي، ما اكس، زاح شوي، هاي الحجر، هاي السيخ، ماشي، ايدي ما راح تتحرك. الان طلع زاح شوي، اشي بسيط وكمل، ما اعطى لله، ما اعطاش. راح ارجع على الصخره مره ثانيه، هيو هيو هون، لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، هيك انا مثبت على زاوية قائمة، الان رايح باتجاه الكوارتز، طلعوا بس اعطى حركة بسيطة، الان رجع فتح مرة ثانية، بس ما اكس، ما اعطاش تأكيسة. برجع بعيد القياه كمان مرة، ركزوا يا عبادة، ها لاحظوا حركة السيخ، حركة بسيطة جدا، استنوا خليني اسكر عليها هيك، راح نرجع نعيد يا اخوان. هاي الحجر المشع، هاي السيخ على زاوية قائمة، طبعا نحكي زاوية قائمة لانه مجرد انعكاس بسيط، طلع شو صار بالايد، شو صار بالسيخ، ماشي، مجرد انعكاس بسيط، اذا نرجع زاوية قائمة، ما راح يتحرك السيخ نهائيا، لا راح يروح يضرب باليمين ولا راح يضرب باليسار ولا يعمل ولا يسوي، خلص مجرد ما صار زاوية قائمة بضل زاوية قائمة، ولا بتحرك شمال ولا يمين. اللي بيحكي لك انه بتحرك السيخ اذا بترفعه هيك بصير يروح باتجاه الذهب، هذا حكي مش صحيح وكذب بكذب، تمام. راح نشتغل على حجر الكوارتز، هي هون. لاحظوا الحركه البسيطه اللي راح اعملها السيخ، طلع بس اجى شوي، هي اجى شوي، لكن شو رجع فتح برا، خلصناها. المشكله انا عندي هون في معدن، تمام. اذا حركه بسيطه فوق حجر الكوارتز، تعمل هيك وبرجع، بس هاي كل حركه الكوارتز المشع والقصص، لانه اشعاع حجر الكوارتز منه فيه، منه وفيه، مش زي اشعاع الذهب بيطلع لبرا، اشعاع الذهب بيمتد، لكن حجر الكوارتز منه فيه. اذا اخذنا المعلومه الاولى حجر الكوارتز، المعلومه الثانيه احتواء الاشاره واستنساخ الاشاره من مجسم الاشاره الكبيره والاشاره الصغيره، واحتوى المنطقه في مدخل واحد. هاي كانت معلومة اليوم، بشكركم جميعا على المتابعة، وإن شاء الله في حلقات جديدة، في معلومة جديدة، في قصة جديدة، نشكر الجميع على المتابعة، لا تنسونا من اللايكات والاشتراك والقصص السوالف.